الحرب أشد ما يصيب الإنسان من شرور، غريزة النجاة مشتركة بين البشر. سواء أشقر، أسمر، أسود، عيون زرق، خضر، سود، المدنيون دائما يفرون من الحرب، وخاصة الآن في أوكرانيا بسبب غزو بوتين. لكن المقيمين الأفارقة يشتكون من معاملة عنصرية في القطارات والحافلات. أوكرانيا بها آلاف الأفارقة من جنسيات مختلفة كأي بلد أوروبي آخر، مهما كانت الظروف التي أتت بهم إلى هناك، كالزواج، الدراسة، العمل، أو لمجرد العبور، فهم أيضا يفرون الآن لأنهم بشر من كييف، وأيضا يفرون من مدن أوكرانية أخرى هربا من ويلات الحرب كباقي الأوكرانيين والعرب والغربيين. هؤلاء قد يكونون محظوظين لأنهم تمكنوا من الركوب لعبور الحدود نحو الدول المجاورة، لكن بعض المواطنين في الدول الأفريقية، بعض المواطنين الأفارقة، وجدوا في تويتر مجالا لنشر بعض من معاناتهم مثل هذه الفيديوهات. جنود أو مقاتلون أوكرانيون يمنعون أفارقة من الاقتراب من القطار أو الركوب إلى أن يغادر القطار من دونهم، وكان على متنه فارون أوكرانيون من الحرب نحو الحدود الغربية. هناك فيديو آخر لصور داخل محطة القطار، تظهر فيه هذه السيدة من الأصول الأفريقية تحاول أن تصعد القطار بينما يأمرها رجل أمن أوكراني بالنزول ويصر على منعها من التوجه نحو الحدود. هذه الفيديوهات أثارت غضبا في العالم العربي بسبب التعامل العنصري مع الفارين من الحرب، خاصة من ذوي الأصول الأفريقية. استمعوا إلى هذه السيدة من الحدود البولندية تروي ما تعرضت له. We were tired, we were hungry, we hadn't slept for 2 days because of all of this. And you know, we were just angry about it and everything because why would they take the Ukrainians out first and leave us in their country? In the cold, it was dark, it was just so chaotic. They were treating us like animals, telling us to sit down, stand up. Pushing us, using the baton on us, shooting fire, like firing guns in the air to scare us and all sorts. To what kind of people they did that? Only to anyone that's not Ukrainian. Anyone that's not. Yeah. في التغريدات من العالم العربي، مصطفى دياميل يقول القوات البولندية تمنع الأفارقة الفارين من الحرب في أوكرانيا من دخول أراضيها. شكرا بوتين، لقد أظهرت وجه الغرب الديمقراطية العنصرية القذرة. الحميدي يقول لا تحدثوني عن الإنسانية أو عن المجتمع الدولي، إعطاء المؤن للأوكران ومنعها عن الأفارقة أو أي لون آخر عنصرية بحتة. التورس يقول ربما آن الأوان ليتذوق الغرب مقدار الألم الذي تعانيه الشعوب العربية، ولكي يعرف تمام المعرفة أن الألم لا يعرف تمييزا عنصرية وأن القنابل لا تفرق بين أسمر وأشقر. جي الحديدي جي تقول العنصرية في التعامل مع العرب والأفارقة عند الحدود يخلي الواحد يبطل يتعاطف مع الأوكرانيين. أسامة بو مقواس، منع الأفارقة من المرور والخروج من أوكرانيا تجاوز كل حدود العنصرية إلى الوحشية وتعمد رميهم إلى الهلاك. إن لم يكن هذا إرهابا فماذا يمكن تسميته؟ الغرب يسقط سقوطا حرا بهذه التصرفات. رئاسة الاتحاد الإفريقي الدورية والمتمثلة بالرئيس السنغالي ماكي سال أصدرت بيانا يندد ويقول يتابع الاتحاد عن كثب الأخبار الواردة من أوكرانيا والتي تقول إن هناك تفريقا في المعاملة بين مواطني الدول الأفريقية. هناك معلومات تشير إلى أن المواطنين الأفارقة في الجانب الأوكراني من الحدود واجهوا رفضا لعبورها. هذه المعاملة العنصرية عند الحدود غير مقبولة وصادمة، كما أنها تنافي القوانين الدولية. مزاعم المعاملات العنصرية لا تقتصر على الأفارقة، بل إن منشورات وفيديوهات تحدثت عن معاناة مواطنين عرب وأسويين ومن ذات المعاملة وصعوبة في عبور الحدود أو ركوب وسائل النقل. ينضم إلي من بوخارست من رومانيا الطالبة المغربية في أوكرانيا سلمى الكرام. مرحبا بك سلمى، أنت خرجت الحمد لله على السلامة في ووصلت إلى بوخارست الآن. كيف كانت رحلتك؟ هل تعرضت لمواقف تشبه هذه التي تحدثت عنها؟ تعرضت لهذه المواقف على متن القطار على لنعبر كذلك من مدينة خاركوف إلى الحدود الرومانية. تعرضنا للازدحام وكذلك العنصرية كذلك، ولكن
مع اختلاف الثقافات ومع اختلاف الأجناس كانت هناك خصامات شدة، ليس فقط بين الأوكران وبين الأجانب بل بين الأجانب كذلك. طيب هل يمكن أن تعطيني مثالا على العنصرية؟ يعني هل منعت من ركوب القطار؟ ماذا يقولون لك؟ وكانت يعني هذه التصرفات توجه لك من الرسميين أم من الناس العاديين؟ لأكون صريحة، أنا لم أتعرض للعنصرية مباشرة. أنا تعرضت لمشكل في ركوب القطار نظرا للاكتظاظ ونظرا لكل الناس الذين أرادوا إنقاذ أرواحهم والصعود على متن ذلك القطار. سأقول لك، نحن الفتيات لقد دعسوا علينا لكي يعبروا ذلك القطار، ليس فقط الأوكران أؤكد، بل كل الجنسيات، أي كل جنسية تدافع عن إخوتها تجمع هكذا مجموعة لكي تدفشها وتدخل داخل القطار. طيب أنت عشتي في أوكرانيا لفترة من الزمن، هل الحرب غيرت نفسية الناس في التعامل مع الآخر؟ أنا سأقول عكس ما يجرى، لأنه أنا سأكون صريحة، الأوكران فعلا هم انطوائيون قليلا، لكن أنا لاحظت أن الحرب غيرتهم معنا نحن الأجانب. عندما كنا مختبئين في الملاجئ كانوا يؤوننا، نحن لا نعلم الملاجئ، لا نعلم ماذا نفعل أثناء سماع الصدمات، هم كانوا يقولون لنا ماذا نفعل وأين نختبئ. طيب الآن أنت خرجتي ووصلتي بسلامة إلى بوخارست، هل لديك أمل بالعودة لتكملة جامعتك دراستك؟ نعم لدي أمل وأمل كبير بهم، وأتمنى أن جميع الطلاب لا يضيع مستقبلهم هكذا هباء منثورا، ونعوض وإن شاء الله سنعوض. ستعودين بعد هذه الفترة إلى المغرب أم ستبقين في بوخارست؟ لا إن شاء الله أنا عائدة إلى المغرب. كل الشكر لك من بوخارست في رومانيا، الطالبة المغربية سلمى الكرام. شكرا لمشاهدتك تريندينج، سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها.